إذن بداية سيدي الوزير، من سيستفيد من هذه الفئة؟ شكرا. هو يعني تطبيقا لقرار لجابيه رئيس الجمهورية إثناء الحوار الصحفي اللي قام به يوم 15 من شهر فبري، هو يستفد من هذه المنحة كل بطال طالب الشغل اللي تتراوح العمر تاعو بين 19 و 40 سنة، ويكون مستفد بأي يعني منصب شغل. إذا لكل هاد البطالين من 19 40 سنة راح يستفدوا من هذه المنحة بشروط جد وبسيطة. نعم.